بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من شابتر فلويد ستاتكس في كورس الفلويد ميكانكس. النهارده ان شاء الله هنغطي اخر جزء في الشابتر، اللي هو هنتكلم عن القوه نتيجه الضغط اللي بتاثر على الاجسام المنحنيه تحت سطح سائل، البريشر فورس اون كيرفد سيرفيسز. هنتكلم على البويانت فورس اللي هي قوه الطفو، قوة الدفع بتاعت المية اللي بتدفع الأجسام لأعلى تخلي الأجسام تطفو فوق سطح المية. وهنتكلم على الاستابيليتي اوف immersed اند floating bodies اللي هي الثبات بتاع أو الاتزان بتاع الأجسام المغمورة كليا أو جزئيا تحت سطح المية. نبدأ نتكلم بالبريشر فورس على الكيرف سيرفس. ليها تطبيقات كتير الحقيقة، أهمها بالنسبة لنا كمهندسين كيميائيين الفورسز اللي بتأثر على التنكات على المواسير، وبالنسبه للهندسه المدنيه مهم جدا طبعا الفورسز اللي بتاثر على البوابات المنحنيه بتاعه السدود والكلام ده. هناخد مثال على بوابه منحنيه. لو عندنا البوابه المنحنيه دي اللي هي اي بي دي بوابه، ده سد ميه تمام، فاحنا عندنا هنا ميه او ليكويد ووتر. الليكويد ووتر دي سطح بتاعها متعرض لسطح الضغط الجوي، والفورس هنا ليها خاصيه معينه ان البريشر كل ما تنزل من بي رايح ناحيه الاي البريشر عمال يزيد، فبالتالي الفورس في كل مكان بتزيد، فاحنا عندنا هيدروستاتيك ديستريبيوشن للفورس. الحاجه الثانيه الفورس اتجاهها عمال يتغير، الفورس في الاول خالص عند بي الفورس تكون افقيه، عند ايه الفورس راسيه لان نقطه ايه شبه راسيه، فالفورس اتجاهها عمال يتغير والقيمه بتاعتها عماله تتغير. طيب نجيب الريزلتنت فورس ازاي؟ هنحسب الاف واي والاف اكس ومنهم نجيب الاف ريزلتنت على بعضها. عشان اجيب الاف واي والاف اكس لازم نحلل الفورسز بتاعتنا بشكل معين. خلينا الاول نتكلم على الفورس الاف اكس. الاف اكس بنجيبها الاف اكس اللي بتاثر على البوابه اي بي. الاي بي دي كانها ربع سلندر، حضرتك تتخيلها كانها ربع سلندر، فالربع سلندر ده لو بصيت له من قدام كده هيبقى ربع دايره واتجاهه في العمق كده العرض بتاعه اللي هو العرض بتاع السد. فالقوه الافقيه اللي بتاثر على اي بي هي القوه اللي بتاثر على البروجكشن او المسقط بتاع اي بي على السطح اي سي تمام. فالفورس Fx is the force acting on the vertical projection of the free body. The vertical projection بتاع free body AB هو الخط AC في العمق بتاعي. فده فورس بتأثر على مستطيل. احنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت ازاي نحسب الفورس اللي بتأثر على شكل مستطيل، اللي هي الفورس عند السنتر او البريشر عند السنتر مضروب في الاريا بتاعة المستطيل ده. فالعملية بسيطة ما فيهاش مشكلة خالص. فالFx هي بتساوي الFAC اللي بتأثر على شكل لا بلين سيرفس او سيرفس مستوي، هو البروجكشن بتاع شكل السطح بتاعي. دي سهله خالص، فالاف اكس ما فيهاش مشكله. الاف واي بتساوي ايه؟ الاف واي هنقسمها لجزئين، هنقول ان الاف واي بتساوي الاف سي بي زائد الاف دبليو، حيث الاف سي بي هي الفورس اللي بتاثر على البروجكشن الافقي بتاع المنظر تمام. فالبروجكشن الافقي ده اللي هو الفورس اف سي بي، دي سهله جدا. الاف سي بي هتساوي برضو البريشر عند السنتر في الاريا اللي هي الجاما في الاتش بي في الاي في الاي اتش تمام، زائد الوزن بتاع الليكويد اللي جوه الفوليوم بتاعي اللي جوه الفوليوم بتاع الاي بي سي ده. طيب جبت الاف اكس والاف واي، هقدر اجيب الاف ريزلتنت اللي هي بتساوي جذر اف اكس سكوير زائد اف واي سكوير تحت الجذر، دي الاف ريزلتنت. هقدر اجيب الزاويه اللي بتميل بيها الفورس ريزلتنت مع الافقي اللي هي ثيتا. ثيتا هتساوي تان ثان ثيتا هتساوي اف واي على اف اكس، او ثيتا هتساوي تان ماينس 1 اف واي على الاف اكس. فكده انا جبت قيمه القوه وجبت اتجاه القوه، بس الحقيقه ما جبتش نقطه تاثيرها. عشان اجيب نقطه تاثير القوه الحقيقه الموضوع معقد شويه، انا ما بهتمش بيه قوي الحقيقه في المسائل بتاعتي، ولكن نقوله سريعا عشان نجيب نقطه تاثير القوه. انا الاف اي سي ببقى عارف نقطه تاثيرها فين، فانا العمق بتاع نقطه تاثير الاف هو عمق الاف اي سي. طيب الحته بقى بتاثر فين في الاتجاه الافقي؟ احنا بنجيب المومنتم بتاع الاف سي بي والويت بشوف ان هو بيساوي صفر فين. طب الويت فين السنتر اوف بريشر بتاعه؟ السنتر اوف بريشر اوف ويت هو السنتر اوف جرافيتي بتاع المنظر بتاعي، حسب شكل بقى الشكل بتاع الجيت بتاعتي او شكل نص التانك بتاعتي او الخزان بتاعي يعمل ازاي. فانا هنا الويت مكانها في السنتر اوف جرافيتي، الاف سي بي مكانها في النص،
في النص الشكل بتاع الافقي او البروجكشن الافقي بتاع المنظر بتاعي. خلينا نزود حتة عشان نفهم القصة دي احسن شوية. انا هنا عملت لك الشكل في شكل 3D، تمام؟ 3D ده ادي البروجكشن بتاعي كان الاي سي بي اهو، الحتة دي كده اهو، ده الشكل بتاعي، والعمق بتاعي هو العمق ده، الضلع ده هو العمق بتاعي. الاف اي سي عشان احسبها بجيب الفورس اللي بتأثر على المستطيل الاحمر ده، اللي هو كأني ببص على الشكل من الناحية دي، من ناحية الاف اي سي. فلما ابص عليها من ناحية الاف اي سي بضرب الفورس او البريشر في السنتر في الاريا في دي. طيب الاف سي بي هي البريشر اللي بيأثر على السطح ده مضروب في الاريا اتش، في الاريا الرأسية بتاعت الجسم بتاعي. الويت هو الويت بتاع الشكل الثلاثي الابعاد اللي موجود هنا هو ده، اللي هو بيساوي الجاما في الفوليوم بتاع الشكل ده. لو عندي مثلا شكل ربع دايرة هيبقى ربع باي على 4 دي سكوير مضروب في العمق ده. عملية بسيطة جدا ما فيهاش اي مشكلة. فده القوانين اللي بنحسب منها ايه الاف فيرتيكال والاف هوريزونتال اللي بيأثروا على جسم منحني، ومنهم نجيب الاف ريزلتنت فورس اللي هي بتساوي جذر اف اكس سكوير زائد اف واي سكوير. خلينا ناخد شوية امثلة عشان نوضح الموضوع ده اكتر شوية. تخيل حضرتك كده، نتكلم الاول على الرسمة الاولانية دي. الرسمة دي عندنا غاز موجود في خزان، الخزان ده ممكن يكون دائري، الخزان الكروي ده او كروي كورة، وفيها غاز تحت ضغط بي اي، وعايزين نعرف القوة اللي بتأثر على النص الخزان الاسفل اللي هو اي بي سي. ايه القوة اللي بتأثر على النصف الاسفل ده؟ بكل بساطة هنا ما عندناش اف هوريزونتال، لان الاف هوريزونتال اللي بتأثر في الناحية دي هتتلاشى مع الاف هوريزونتال اللي بتأثر في الناحية دي، فانا ما عنديش هوريزونتال فورس، فانا عندي هنا فيرتيكال فورس بس. الفيرتيكال فورس هتساوي البريشر او الفورس اللي بتأثر على السطح العلوي اللي هو اي سي زائد وزن الغاز اللي موجود في الجزء بتاعي ده، تمام؟ فالاف اكس بتساوي زيرو، والاف واي هتساوي البريشر في الاريا اي سي زائد الدبليو او الوزن بتاع الغاز اللي موجود في النص ده. طبعا احنا عارفين وزن الغاز مهمل هنشيله خالص، هيبقى الاف واي او الاف بتساوي الاف بتاثر على الاي بي سي، هتبقى البريشر في الاريا بتاعت الضلع اي سي ده. الضلع اي سي ده لو انا عندي الشكل ده شكل كوره، الضلع ده هيبقى دايره، فهتبقى باي ار سكوير او باي على 4 دي سكوير، وبتاثر لاسفل. فدي الفورس اللي بتاثر على الجزء اي بي سي اللي هو نص خزان كروي بيحوي سائل تحت ضغط بي اي. عمليه بسيطه. طيب لو خدنا الشكل ده، الشكل ده عندنا خزان ميه، وخزان الميه ده فيه تحته هنا ضلع شكله غريب شويه او شكل ايه، نص كوره او حاجه زي كده بالمنظر ده كده اهو. الفورس اللي بتاثر عندي هتساوي ايه؟ الفورس اللي بتاثر على الضلع ده، خلي بال حضرتك ان احنا عندنا هنا اهو في وزن السائل الاعلى، الفورس الهوريزونتال برضه هتساوي صفر، لان حضرتك لو قسمت الجزء ده نصين هيبقى عندي فورس بتاثر على الجزء ده من الناحيه دي وفورس بتاثر عليه من الناحيه دي، هيلاشوا بعض، فالاف اكس بتساوي زيرو. طب الاف واي هتساوي ايه؟ الاف واي هتساوي وزن السائل اللي فوق، او لو احنا عايزين نقولها بالقانون الثاني هتساوي الوزن او الفورس اللي بتاثر على السطح ده اللي انا مش رسمه، سطح الخط ده، زائد وزن السائل اللي موجود في الشكل الغريب ده، او ممكن تقول ان هي وزن السائل اللي موجود اعلى الجسم بتاعك. على طول الاف فيرتيكال دايما بتساوي وزن السائل اللي موجود اعلى الجسم بتاعك، وهتكون الى اسفل. فالاف اي بي هتساوي دبليو او الويت بتاع الوزن موجود الى اسفل. طيب لو عندنا شكل بالمنظر ده، عندي خزان ميه، وخزان الميه ده فيه ضلع كده هو موجود عنده، والضلع ده مثلا فيه شباك او حاجه زي كده، الفورس اللي بتاثر على الجزء اي بي هتساوي ايه؟ برضو الاف اكس هنا هتساوي زيرو، لان الاف اكس اللي بتاثر من الناحيه دي هتلاشيها الاف اكس اللي بتاثر من الناحيه الثانيه، فالاف اكس هتساوي زيرو. طب الاف واي، الاف واي هتساوي حاجه غريبه شويه، هتساوي وزن عمود السائل اللي كان هيكون موجود هنا اهو، فالاف واي هتساوي الوزن بتاع عمود السائل اي بي سي دي اللي هنا ده، تمام؟ فالاف واي هنا لاعلى، الفورس هنا لاعلى. تخيل طبعا الميه دي كده هو لما لو ده اتكسر الميه هتطلع ازاي؟ هتطلع لفوق، فالفورس هنا فيرتيكال الى اعلى، وبتساوي وزن عمود السائل اللي كان هيكون موجود فوق الجسم بتاعي. فاحنا كده خدنا امثله، المسائل ما بتخرجش عن الاشكال دي.
الشكل اللي احنا حللناه في السلايد اللي قبل كده، والشكلين دول اللي هو شكل شكل كده مغمور تحت سائل والليكويد فوقه، او شكل موجود السائل من اسفل، فلما يبقى سائل من اسفل بجيب الوزن بتاع عمود السائل اللي كان هيكون موجود فوق لغايه سطح السائل الاصلي. ناخد بالنا ان السي دي احنا وقفناها على سطح السائل الاصلي، تمام؟ فيبقى ده الفوليوم ده بحسبه، وبجيب بضرب الفوليوم ده في الجاما بتاعت الليكويد، يبقى هي دي الفورس اللي بتاثر على الضلع اي بي. احنا اتكلمنا حقيقه على الكيرفد سيرفيس، وهيبقى في اكزامبل ان شاء الله 3 9 هحله على الجزء ده. نبدا نتكلم على البويانت فورس. البويانت فورس هي ايه؟ هي الابورد فورس، القوه الراسيه الاعلى الى اعلى اللي بتدفع الاجسام تخليها تطفو فوق سطح الميه. يعني انت حضرتك لما تحط خشبه فوق سطح الميه، ليه الخشبه بتعوم؟ عشان فيها بويانت فورس تغلبت على الجرافيتي فورس بتاعت الخشبه، فمنعت الخشبه ان هي تغطس الى اسفل وخلت الخشبه تعوم فوق سطح الميه. ده تعريف البويانت فورس اللي هي قوه الطفو او قوه دفع السائل للماده المغموره فيه الى اعلى. البويانت فورس مهمه جدا الحقيقه في بعض المسائل، زي مثلا لو انت حضرتك بتعمل ديزاين للسفينه، لو حضرتك بتعمل عملية سيدمنت ترانسبورت في الأنهار، بتنقل مثلا في الأنهار في العبارات والكلام ده كله، لو بتدرس حركة الأسماك، ليها تطبيق مهم جدا في الهندسة الكيميائية. حاجة اسمها هيدروميتر هنشوفها في السلايد اللي بعد كده لما نحب ندرس أو نحسب الكثافة بتاعت السوائل، فكل ده هنستخدم فيه البويانت فورس. طيب البويانت فورس بتساوي ايه؟ حضرتك لو عندك الجسم بتاعك مغمور بالكامل تحت سائل زي المنظر ده كده اهو، تمام؟ فالجسم ده بيتعرض لقوتين الحقيقه. قوه بتدفعه، قوه ميه بتدفع الجزء ده الى اعلى، بتدفع الجزء اي دي سي الى اعلى، وفي ميه فوق بتدفع الجزء اي بي سي الى اسفل. فانا عندي الفورس اللي بتاثر هنا اهو هي الاف الاب ناقص او البويانت فورس الاف اب ناقص اف داون. الاعلى اللي بيدفع الاعلى ايه؟ اللي هو الجاما في الفوليوم بتاع الاي دي سي اي اف، اللي هي الوزن بتاع عمود السائل اللي فوق الجزء اي دي سي. طب القوه اللي بتاثر الى اسفل هي ايه؟ وزن عمود السائل اللي فوق الاي بي سي، اللي هي هتبقى اي بي سي اف اي، اي بي سي اف اي دي اللي بتاثر الى اسفل. القوه المحصله هي الجاما مضروبه في الفوليوم بتاع الجسم بتاع حضرتك. لما تطرح الاثنين فوليوم دول من بعض هيطلع عندنا الفوليوم بتاع الجسم بتاعنا، الجسم المغمور بتاعنا. فيبقى الاف بويانس بتساوي جاما في الفوليوم المغمور او في الفوليوم بتاع الجسم المغمور بتاعنا. ده في حاله الجسم المغمور كليا. طب لو الجسم مغمور جزئيا تحت سطح الميه، هتبقى الفورس بتاعتنا هتساوي الاف لاعلى فقط، اللي هي الفورس اللي بتاثر على الجزء المغمور فقط، الفوليوم ده، الفوليوم اي دي سي. فبجيب الفوليوم المغمور فقط واضربه في الجاما، تبقى هي دي الاف بويانت بتاعتي، دي البويانس فورس بتاعتي. نيجي من هنا الاستنتاج اللي قاله ارشميدس من اكتر من 2000 سنه. القانون بتاع ارشميدس كان بيقول ايه؟ فور ان اوبجكت بارشلي اور كومبليتلي سبمرجد ان ا فلويد there is a net upward force اللي هي buoyant force equal to the net weight of the displaced fluid، اللي هو القوة التي تدفع، قوة الإزاحة، قوة الطفو التي تدفع الجسم إلى أعلى تساوي الوزن بتاع السائل المزاح، وزن السائل المزاح، قوة الطفو تساوي وزن السائل المزاح. وزن السائل المزاح يعني الفوليوم بتاع الجسم المغمور مضروب في الكثافة، أو في الكثافة في بتاعة المية في الجي، في كثافة المية مش في كثافة الجسم، تمام؟ طيب نيجي هنا بقى، ده الهيدروميتر. الهيدروميتر ده جهاز حقيقة مهم جدا بنستخدمه في قياس الكثافة بتاعة السوائل. فجهاز الهيدروميتر يستخدم لقياس كثافة السوائل. بيشتغل ازاي؟ بتحط حضرتك الهيدروميتر كده اهو، وتشوف قد ايه اتغمر من الهيدروميتر، وتعمل بالانس. الهيدروميتر ده بيبقى فيه جزء صلب غالبا بيكون رصاص في الاسفل تقيل شويه، وبعد كده الجزء الباقي ده كله هواء. بتحط الهيدروميتر كده هو والرصاص ده موجود تحت عشان يتعدل، يبقى الهيدروميتر متزن لا يميل يمين ولا يميل شمال. فالهيدروميتر ده بيتغطس تحت السائل، تمام؟ الفورس اللي بتاثر عليه، الفورس اوف جرافيتي بتاثر الى اسفل، والفورس اوف بوينسي بتاثر الى اعلى. بما ان هو متزن فالاثنين هيساووا بعض. الفورس اوف جرافيتي هتساوي ايه؟ هتساوي الماس في الجي، الام في الجي. انا الماس بتاعت الهيدروميتر بكون عارفها، فبضرب الماس في الجي جبت الاف اوف جرافيتي.
طب الاف بوينس هتساوي ايه؟ هتساوي جاما بتاعت الليكويد مضروبه في الفوليوم المغمور. ادي الفوليوم المغمور اهو، من المؤشر ده بعرف قد ايه مغمور في الفوليوم بتاعي. بضرب الفوليوم المغمور في الجي في الرو بتاعت الليكويد، فاقدر اجيب من هنا الرو بتاعت الليكويد. تطلع الرو بتاعت الليكويد هتساوي الماس على الفوليوم المغمور، لان الجي هتروح مع الجي، فالرو هتساوي الماس بتاعت الماده بتاعت الهيدروميتر شخصيا اللي احنا بنكون عارفينها، نقسمها على الفوليوم المغمور تجيب الدنسيتي بتاعت الليكويد بتاعك. وفي مسائل الحقيقه على الجزء ده هنحلها برضو، اللي هو اكزامبل 13، وفي في الكتاب مسائل كتير على الهيدروميترز. كده خلصنا البوينت فورس. نتكلم على اخر حاجه سريعا جدا على الاستابيليتي بتاعت الاميرسد والفلوتنج بوديز. لو عندنا جسم مغمور كليا في سائل زي غواصه مثلا، لو السنتر اوف جرافيتي، السنتر اوف جرافيتي بتاعت الجزء بتاع الجسم بتاعي اسفل السنتر اوف بوينسي اللي هو السنتر الهندسي بتاع الشكل بتاعي، السنتر اوف بوينسي هو السنتر الهندسي، السنتر اوف جرافيتي هو مركز الثقل بتاع الجسم بتاعي، لو مركز الثقل تحت السنتر اوف بوينسي المركز الهندسي بتاع الجسم، يبقى الجسم بتاعي متزن. الحاله ايه دي؟ حاله متزنه. الحاله بي الاثنين في نقطه واحده، مفيش نقطه اتزان، لو جبت كوره وحطيتها تحت الميه هتاخد اي شكل. الحاله سي دي حاله غير متزنه، لان السنتر اوف جرافيتي الجي طلعت فوق السنتر اوف بوينسي اللي هي السي، فدي حاله غير متزنه، الجسم بتاعك هيلف لغايه ما الجي تبقى تحت وتظبط نفسها ويكونوا على خط واحد. تمام؟ فده بالنسبه للاجسام المغموره كليا تحت سائل. طب بالنسبه للسفن اللي هي مغموره جزئيا، بالنسبه للسفن الحقيقه الموضوع معقد جدا، وبكل صراحه ما هوش مهم قوي للمهندس الكيميائي ان هو يعرف اتزان السفن عامل ازاي. ولكن سريعا، السنتر اوف جرافيتي بتاعي الجي is always at the same position، نفس القصه هنا، السنتر اوف جرافيتي دايما في نفس المكان، ملوش ما بيتحركش. في عندنا حاجه اسمها الميتا سنتر. الميتا سنتر ده حسابه بيتعمل ازاي مش هنخش في التفاصيل بتاعته، موجوده في الكتاب، موجوده في كتب مشروحه، ولكن مش مهم بالنسبه لنا. الميتا سنتر ده لو الميتا سنتر بتاعي فوق الجي، تمام، لو الميتا سنتر فوق الجي السفينه بتاعتي هتبقى ستيبل. لو الميتا سنتر السفينه مالت جامد قوي بحيث ان الميتا سنتر نزل تحت الجي، ساعتها السفينه مش هتبقى ستيبل وهتكمل ميلان وتغرق السفينه لا قدر الله. دي نبذه سريعه جدا على الاستابيليتي بتاعت الاميرسد والفلوتنج بوديز اللي احنا مش هنتعمق فيها ومش هحل عليها الحقيقه مسائل خالص، لانها مش مهمه كتير بالنسبه للمهندس الكيميائي. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.